أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أهمية المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني، حيث يعتبر هذا المؤتمر حدثا عالميا بارزا ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والوعي بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأمين العالم الرقمي. تبرز أهمية المشاركة في مثل هذا النوع المعارض للاطلاع على أبرز التقنيات الموجودة والشركات المتوفرة في مكافحة الجريمة الإلكترونية أو الجريمة الرقمية، وخلال تبادل المعلومات وتبادل العلاقات بيننا وبين القطاع الخاص والقطاع المعني في الأنظمة الرقمية أو أنظمة الحماية الرقمية، وأيضا النظر إلى الاطلاع على الخبرات الموجودة خلال المشاركة في الندوات المقامة على هامش هذه الفعالية. طبعا احنا دورنا مكافحة الجرائم الإلكترونية في هذه السنة ركزنا على موضوع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق او ما يعرف بالديب فيك، وكيفية التعريف هو تعريفنا حق هذا النوع من الجريمة باستخدام هذا النوع من التقنيات الموجودة، وطريقة الحد والوقاية منها للحفاظ على الحسابات الشخصية. هاي المشاركة الثانية لنا، العام اشتركنا والسنة، ودائما حريصين ان نكون متواجدين في هالنوع من المؤتمرات والمعارض لأساس الاستفادة من الخبرات اللي موجودين. يعني في شخصيات صراحة من أهل التخصص بما يخص الأمن السيبراني، وإحنا بالنسبة لنا كشركة بنفيت الأمن السيبراني هذه تعتبر أولوية، فدائما نتطلع نشوف شنو اللي آخر مستجدات وآخر البرامج اللي موجودة، بحيث إن على أساس نكون يعني نوصل لمستوى نقول دائما نتطلع الى اعلى من المستوى اللي احنا في بالنا يعني نتوصل له، بس لكن هذا الشيء دائما التحديث مهم ومستمر. فكشركه بنفيت يعني مثل ما انت تعرف احنا الخدمات كلها لها علاقه بالخدمات الرقميه والبيانات الضخمه، فالامن السبراني هذه يعني جزء اساسي من يعني شغلنا ومشاريعنا. احنا اليوم من ابرز منتجاتنا اليوم تخدم القطاع المالي منتج تسميه سايت انتليجنس، وهو طبعا منصة للاستقصاءات السبرانية اللي تواجه طبعا المنظومة المالية كذلك، وأكثر برضو واحدة من المنتجات الأخرى اللي هو نسميه سايت MDR اللي يسمونه السوك أز سيرفيس، وهذا الهدف منه كيف تراقب الديجيتال آسيت الخاصة بالمنظومة، لأنك اليوم لما تطلع من الفيزيكال آسيت ويبوشت للديجيتال آسيت تبدأ المخاطر السبرانية تزيد على الجهات. شركة NGN متخصصة في مجال الحلول التحول الرقمي والأمن السبراني، هالسنة المشاركة الثانية بالنسبة لنا، سعيدين جدا إن المشاركة صراحة فيه تضم يعني كمية من الشركات، مثلا كم كبير من الشركات المتخصصة في مجال الأمن السبراني وشركات عالمية صراحة وشركات محلية، سعيدين إن النسخة الثانية تكون لها حضور ولها شعبية أكبر، ونتطلع إن شاء الله إن السنة الجاية إن تكون لها مثلا يعني مشاركة أكبر وأكبر.